يعني انت بتجيب بقى كميه المعلومات دي منين؟ يعني هل انت بتقعد تقرا؟ هل انت بتدرس كل حاجه انت بتكتبها؟ بتعمل ايه بالظبط؟ هو انا كده كده عندي مكتبتي في البيت، مكتبتي الشخصيه فيها تقريبا ما لا يقل عن 4000 كتاب. إيه؟ دي انا استنى بس ما شاء الله استنى 4000 ايه؟ كتاب. ده انا ما بقراش 4000 صفحه. مش روايه او مكتب بقى. فهي البوينت ان هي ان انا كده كده المعلومات المصادر نفسها عندي. سواء بجيب من المكتبه او دلوقتي بعد موضوع الانترنت بقى خلاص متاح لاي حد انه يعمل سيرش ويدور والكلام ده، فبقى اسهل لي بدل ما اخش ادور في 1000 كتاب، لا انا جوجل. بكتب الكلمه على جوجل بتطلع على طول يعني. بس فهي الفكره كلها المصدر موجود خلاص، اي حاجه بعد كده سهله يعني. او سلوك اسبكيه بقى او مرض كتاب مثلا. سلوك اسبكيه بيقول لك 4000 كتاب ما شاء الله. ما هو كتب مصر في كلها في جزء منهم كبير من سلوك اسبكيه، لان انا بفضل الكتب القديمه عن الكتب الجديده. الجديده بالنسبه لي لفت نظر يعني، اما القديم بقى اللي هو الورقه الصفراء والجلده ده جميل. الكتب دي ريحه كده جميله بالظبط. لو انت تمسك كتاب انت بتتخيل الكتاب ده مسك من كام واحد قبليك، وكل واحد ساب جزء من شخصيته، الكتاب ده اثر فيه ازاي، دي بتفرق معايا عن الكتب الجديده يعني.